في ملف التعاون اختتمت اليوم بتنزانيا أشغال الاجتماع 12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بمشاركة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، حيث تم اعتماد مقترح الجزائر بخصوص إعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار ونسبة الإدماج في الإفريقية، ورفع التقرير إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء التجارة الذي سينعقد في جنوب إفريقيا للمصادقة عليه والاعتماد نهائيا للصيغة التي اقترحتها الجزائر. إذن اليوم الثاني من أشغال هذه الورشة لمجلس وزراء التجارة الأفارقة من أجل وضع أو يعني المصادقة على آخر لمسات وآخر تقارير التي كانت في جدول الأعمال. تمت المصادقة على كل النقاط إلا نقطة واحدة في جدول الأعمال، هذه النقطة التي الجزائر يعني رفعت بعض التحفظات على صياغة بعض المواد في هذا التقرير، وهو تقرير يخص الصناعة والاستثمار في إفريقيا ونسبة الإدماج في إفريقيا، مما يعني تسبب في رفعه إلى مجلس الوزراء القادم الذي سيعقد في جنوب إفريقيا للمصادقة عليه والاعتماد يعني نهائيا على الصيغة التي اقترحتها الجزائر، بالرغم من أن زملائنا من جنوب إفريقيا طلبوا أن يكون فيها لقاء ثنائي حتى يعني ندلل كل العقبات ونتفق على لترم دو ريفيرونس من أجل المصادقة على هذا التقرير.